السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا النداء تنطلب في الناس ديال سيدي حي الغرب، أننا بغينا السي أنور صبري والسي النيغرو أنهم يتحالفوا يزيدوا في المدينة القدام، وحنا ما بغيناش المدينة يعني متى تكون جاها غير متدخلة من القنيطرة، يعني تتشوف هذيك يعني ما نكذبش عليكم بحال دخل شي دوار ماشي شي مدينة. ولا حنا كل عام اليوم غدا بعد غدا هاد الحزب اليوم الحمد لله النيكرو جايب 9 مقاعد، سي انوار جايب 10 مقاعد، يعني الاغلبيه. حنا بغيناهم يجلسوا مع بعضياتهم ويتحالفوا، وبغينا المدينه يجلسوا لنا غتزيدوا القدام، لا التراكتور ولا الحمامه. حنا بغيناكم تزيدوا القدام كما تتقولوا، ماشي تجيو عندنا تقول لنا غنديروا نصلحوا البلاد وشويه باش تشوفوا انتم مصلحه البلاد، ما باغيش تصلحوا البلاد. يعني حاولوا تحالفوا. وندير انا النداء للسي انوار صبري والسي النيكرو، الله يرحم لكم الوالدين، لا بصح بغيتوا تخدموا البلاد توكلوا على الله. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا تنفضل الشكر للناس ديال سيدي حي اللي تعاونوا مع الحزب ديال الحمامه والحزب ديال التراكشور، اللي ناويين من القلب ديالهم يخدموا هذه البلاد، علاش الدراري ناضوا تشجعوا وناضوا دخلوا هذه السياسه هذه باش يعاونونا ويعاونوا البلاد اللي غاده في فندق، حاليا دابا هي فندق زاد وفندق اخر. عطينا لواحد الحزب دمر البلاد الولايه اللي فاتت، وهو دابا بغى يدمر هذه البلاد عاوتاني، هذه الولايه هذه وهاد الناس هادو ما بغاو يتفقوا بيناتهم، ما بغاو يزيدوا لنا البلاد قدام. دابا البلاد تتباع وتشرى عباد الله، راه حنايا الناس ديال سيدي حيا راه متفقين، الا كان الزويني دريس مول الحزب ديال السبوله غيكون هو رئيس مجلس بلدي. سيدي حيا ما باغياش هاد الدور هذا، سيدي حيا دابا معول على التراكشور ومعول على الحزب ديال الحمامه، هما اللي بغيناهم يتحدوا ويزيدونا بالبلاد قدام شويه. هاد الناس دايرين البنطاجيه دابا وهاربين، اش من ربح نستافدوا منهم من اللي هاربين دابا؟ علاش يهربوا؟ كان يريحوا هنا في سيدي حيا واتفقوا بيناتهم الاحزاب كاع اللي باغي الخير لهاد البلاد هذه. انا عارف ناس اللي كلاشيو فيا يقول لي خوك حق هذا 92 ما دار حتى حاجه ما كذا ما والو. دابا هو اخذ لي حيد، بغينا الناس وجوه زوينين اللي سايقين فيهم اللي باغيين يصلحوا البلاد. في الاول كانوا يدوروا على عباد الله تاقوا فيهم، قالوا المرا نصوتوا عليكم وغنعاونوا لكم غنخدموا لكم هذه البلاد، هما تاقوا فيهم وبداو تبيعوا وشروا فيها، وراح حشومه وعيبوا عار عباد الله. هو السكت سيدي حيا راه تنتسناو منكم وقفه غنديروها ان شاء الله، لكان الحزب ديال السبوله غيكون هو رئيس مجلس بلدي. حنا الناس سيدي حيا الساكن سيدي حيا راه ما قابلاش هاد المشاكل هادي، الله يرحم لكم الوالدين. ولا يعقل عباد الله، والسيدي حي فايت الرباط ب 70 كيلومتر، شو حاجه كي دايره؟ وكاينين بلادات فايتين الرباط ب 600 كيلومتر 400 كيلومتر، تدخل لهم ولا راسك كيضرك بداك الشيء اللي فيها. وحنا السيدي فايتين الرباط ب 70 كيلومتر، شو السيدي حي كي مهمش عندنا وتبقاش بيع وشري لنا في البلاد، الله يرحم لكم الوالدين. اللي باغي يخدم واللي باغي يزيد البلاد قدام، واتحدوا اخويا الحزب ديال الحمامه مع محمد نيكرو الحزب ديال التراكشور وزيدوا بالقدام. هذوك الناس اللي دابا تيتباعوا وتشاروا وتيبغيو يبيعوا وشريوا في البلاد، هذوك هما المشاكل، الله يرحم لكم الوالدين. لا يعقل داك السيد راه معروف السمعه ديالو في البلاد، راه مشي تقول لي انا اخ ديالك كان تما كدير لك عصافه الروايده. انا من حقي مواطن ولد سيدي حيا تنهضر غير على بلادي، باقي البلاد ديالي نزيد القدام، ما بغيتش البلاد تبقى بحال هكا، وشكرا.